أكمل الجزء الثاني من محاضرة أو من شابتر 2. طبعا رح نحكي اليوم عن 3 أنواع من الألغوريثم السورت اللي هي ترتب لي الأرقام أو العناصر، اللي هي البابل والسلكشن والإنسيرشن. طبعا هذول الثلاثة إيش بنسميهم؟ اللي هم الكواردرتك، اللي هم إيش؟ الأن تربيع، اللي باخذوا يعني الأس تربيع، البيج أو إلهم بيكون إيش؟ البيج أو دائما أن تربيع. أوكي طيب، البيج أو عفوا هنا أو. أوكي طيب، رح ناخذ أول واحدة اللي هي السورت، وخلينا نشوف إنه كيف هي بتشتغل. البابل سورت بتاخذ كل رقم بتناقش، يعني بتصير تقارنه، يعني كل مرة بدها تعمل إيش؟ سواب، تبديل. فمثلا بتبلش الستة، بتصير تقارن هل الستة بينها وبين الأربعة، بعدين تقارن طبعا الأربعة يعني الستة أكبر، هي بدها تحطها بمكان إنه حدا تلاقيه أقل، يعني لازم كل الأرقام اللي قبلها اللي هنا أقل منها، لا هي أكبر. طيب معناته الستة هون بتقارنها بين الاثنين، بين الواحد، بين الاثنين، الأربعة ما حصلت، كل الأرقام اللي أصغر منها، كل الأرقام اللي بعدها أصغر منها، يعني كل الأرقام اللي إجت هنا أصغر منها، فيصير سواب، حتيجي الستة هنا ونعمل شفت للعناصر، تمام؟ فعملنا شفت للعناصر، فإحنا نشيل كل عنصر ونحطه في المكان المناسب. هلا الأربعة، كيف الأربعة؟ الأربعة نقارنها مع الاثنين، بعدين أوكي الأربعة أكبر وهذه أكبر، هون مساوي إلها، فخلاص يعني الأربعة حتيجي هنا. اوكي فصار أربعة، فشو عملنا لباقي العناصر؟ العنصرين هذول صار في لهم شيفت، بعدين رح اقارن الاثنين اكبر من الواحد، نعم، فبعمل بيناتهم سواب، فرح تطلع ايش عندي؟ هاي الاري، تمام، النهائيه طبعا. فهلا الواحد ما رح اقارنه بإشي، الواحد هو اصغر من الاثنين، فخلاص صارت عندي الاري جاهزه لهذا الترتيب، تمام. طبعا هيك بتشتغل عندي البابل سورت. بحكي لنا لو اجينا احنا بدنا نحلل هاي البابل سورت، فاحنا فعليا بنستخدم كومبار، لانه كل مره بناخذ كي الرقم اللي بدنا اياه ومنعصر ومنقارنه بباقي العناصر، بحيث انه نحصل بالحلقه الاخيره على الري مرتبه. طيب فبحكي لنا انه انا كل مره بعتمد على الكومباريزنز والموفز، يعني انا بقارن واحرك، اقارن واحرك، تمام. فبالحلقة الأخيرة إنه أنا أفضل حل، أفضل حل البيست اللي هي O of N. إيش of N؟ بتكون كل العناصر already مرتبة، يعني إذا كانت عندي العناصر مرتبة فإحنا رح نمشي بيج O of N. يعني أنا مثلا لو كانت عندي 2 3 4 العناصر مرتبة، أنا رح أمشي على كل عنصر أشيك بس أسأل، بس ما رح يصير في عندي تبديل لأنه already هي مرتبة. الواحد أقل من 2، نعم خلاص ما يحتاج. 2 أقل من 3، نعم خلاص. 3 أقل من 4، نعم 4 ما في حدا نقارن فيه. فأنت لازم تمر أقل إشي على كل العناصر، تمشي step by step. فيعني إحنا أفضل حالة، أفضل حالة بتكون البيج أوف أو أن، بتكون إيش ماله already يعني مرتبة، تمام. هاي هي اللي بتحكينا. فبيحكينا عدد الحركات فعليا واحد، يعني أنت أصلا ما يعني إحنا ما يعني إحنا ما رح نحرك إشي مكانه. وعدد المقارنات رح تكون big of O N، لأنه أنا بقارن بس بقارن بس، ما صار عندي أي نوع من التحريك. لكن الورست كيس إنك تكون الري إشمالها بالعكس، موجودة عندك بالعكس، يعني تكون تخيل 4 3 2 1، فمعناته هيك كل الري حتترتب، كل الري حتتغير، حيتغير مكان الواحد والاثنين والثلاث والأربعة، لأنه مرتبة بالعكس. فهي أسوأ الاحتمالات. ليش أسوأ الاحتمالات؟ لأنه أحتاج لعدد حركات كثيرة، وبحتاج لعدد من المقارنات، فعليا أنا بدي أمشي أن تربيع حركات وكمباريزون. فالحلقة الأخيرة البابل سورت تأخذ معي أن تربيع، أوكي؟ فهاي هي الأن تربيع، أوكي؟ هاي هي البابل سورت، سوري. عندنا الخوارزمية الثانية اللي هو بسموها السلكشن، أوكي؟ هاي السلكشن إنه أنا بدي أختار، اوكي بدي اختار العنصر واضعه في المكان الصحيح مباشرة، اوكي. فايش بحكينا هون؟ انه عندنا ليست، السلكشن سورت بتتعامل مع قائمة، هي بدي اقسمها الى تو سب ليست، يعني وكأن الاري انا بدي اقسمها لإشي سورتد وان سورتد، يعني انا بتكون عندي هذه الاري حقسمها لنصين، واحد حيكون سورتد مرتب والثاني غير مرتب، تمام. رح اضلني اقسم بشكل مستمر حتى اوصل لسمولست element، يعني أنا رح أظني أمشي لحتى ألاقي أصغر عنصر، وبعد ما أعرف وين بدي أحطه بالمكان الصحيح رح أعمل swap. إيش يعني swap؟ يعني تبديل، تمام. ف
فكل مرة أنا بختار رقم بدي أضعه في مكان الصحيح، معناته أنا بدي أعمل swapping، بدي أعمل تبديل إلها. تمام؟ طيب هاي عملية selection. أوكي؟ كمان رح تاخذ معي أن تربيع. ليش؟ لأنه في عندي مقارنات وفي عندي تبديل بنفس الفكرة، نفس الفكرة لكن الآلية شوي مختلفة. أوكي؟ each time we move one element، إحنا كل مرة رح نحرك عنصر واحد من unsorted. وين نحطه؟ نحطه بالسورتد. رح نحطه وين؟ بالسورتد، يعني وكأنه أنا عندي هيك array، فأنا بدي أختار واحد من هون unsorted ورتبه وين؟ بالسورت. يعني فمثلا هاي بتكون sort وهاي unsort. فمبدأ عملية selection إنك تختار أنت رقم من هنا، وهذا الرقم لازم يضع في المكان الصحيح في الأري السورتد. تمام؟ طبعا رح يكون في عندي مثلا n elements، معناته أنا لازم إني أرتب n ناقص واحد، لأنه آخر عنصر رح يكون already مرتب. تمام؟ أوكي، خلينا نشوف هذا المثال. طيب رح نفترض بالبداية إنه إحنا أخذنا الليستة هذه، تمام؟ لكنها غير مرتبة. فشو بتعمل دائما السيليكشن؟ إنك تختار بس. طب أنا أي رقم أختار؟ أنا بختار المينيمم. أوكي؟ مين أصغر واحد عندي؟ الثمانية. فرح أحطه إيش؟ ما في عندي سورتد، فرح أحطه في المكان المناسب. فإذا إحنا بنلاحظ إنه الثمانية جبناها هنا في البداية، طبعا هاي الثمانية وسبعين، هاي الخمسة وأربعين، وإيش صار بيناتهم؟ تبديل، حطيت الثلاث يعني بدلتهم في المكان، وهاي الثلاثة وعشرين إجت مكان الثلاثة، فصار هاي اللي عندنا بلون الأورنجي خلاص ثابتة مثبتة. أوكي؟ طيب باجي على اللي بعدها، مين أصغر رقم عندي؟ ثلاثة وعشرين. الثلاثة وعشرين حينحط هنا، أوكي، في نهاية السورتد، يعني أنا عندي هاي السورتد في النهاية حتنحط. أوكي؟ فتيجي تنحطهم، طب مين اللي قدامهم؟ هو 78، أنا بدي أعمل شيفت، فال 78 هذا حتتبدل، أوكي؟ حتصير مكانها. طيب مين أصغر إشي عندي هون؟ أنا أصغر إشي عندي 32، أنا لازم أجيبها هنا، يعني بدي أحطها بالمربع اللي بعد ال 23، مين هو ال 45؟ فرح يصير بيناتهم سواب، فإذا بنلاحظ ال 45 إجت مكان ال 32، يعني بدلنا هذه مع هذه. طيب مين أصغر رقم هنا؟ ال 45. ال 45 حنجيبها بعد ال 32 مباشرة اللي هي 78، فرح يصير بيناتهم تبديل، صار التبديل بيناتهم. طيب هلأ مين أصغر عندي؟ 56، معناته 56 حتيجي هنا، معناته حتتبدل هاي ال 78. فإحنا بالحلقة الأخيرة وصلنا للعناصر المرتبة. أوكي، وصلنا للعناصر المرتبة. طبعا كيف الكود عندنا بيشتغل؟ الكود عندنا بيشتغل ببساطة، إنه إحنا في عندنا function اسمه selection sort، هذه اللي هنا تيجي الأري اللي هي العناصر، أوكي، وأن اللي هي الصايز تاعها، الأن حجم المصفوفة. يعني أنا مثلا عندي هون حبعت له مثلا اسمها هاي تي ولا اسمها A، يعني مثلا نفترض أن اسمها A أو T خلينا نسميها، كم؟ 1 2 3 4 5 6. يعني هون مثلا ببعت له بهذا السلايد، ببعت له مثلا T، سوري، ببعت له T وببعت له قديش؟ الستة. تمام؟ هلأ بدعمل دوران زي إحنا ما شايفين، من صفر لأن ناقص واحد. ليش؟ لأنه أنا عندي المصفوفة مثلا هيها من صفر، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، بس أنا العنصر الأخير أصلاً أوريدي بكون مرتب. أنا كل ما عم برتب بآخر خطوة حلاقي العنصر الأخير موجود في المكان الصحيح، ففعلياً أنا بمشي من صفر لمين؟ لأن ناقص واحد، أن ناقص واحد. طب أنا عندي عدد الأن عندي العناصر ستة، فأن ناقص واحد يعني خمسة، تمام؟ فهاي رح تكون إنه أنا بمشي على خمسة. تمام؟ هلأ I تعتبر المينيمم، الآي عندي اللي هي عبارة عن المين، أنا دائما بدي أختار المينيمم. أوكي؟ إنه بفترض هو إنه ممكن العنصر الأول هو يكون المينيمم، لكن أنا ما رح أحكم عليه هيك، لا، أنا رح أشيك على كل العناصر، حمشي حسأل مين المينيمم، مين المينيمم لما ألاقي الإشي المينيمم، أوكي، بعمل سواب. إذا حصلت المينيمم حعمل إيش؟ وين الآي موجود مع المينيمم؟ زي ما كنا نشرح بالسلايد اللي قبله. إيش هذا السواب بيسوي؟ هذا تفصيله تحت. السواب حياخد رقمين، تمام، ويعمل بيناتهم، يعني مثلاً هذا هون بيكون في عندي هذا بيسموه تيم، هذا تيم، أوكي، وبكون في بيناتهم إيش؟ تبديل. يعني أنا مثلاً هون حطيت العنصر مثلاً اللي إحنا حطيناه مثلاً 23 و8، فشو يصير؟ هلأ ال 28 مثلا نفترض انه احنا هون ودينا 28 ودينا ايش؟ ال 8، سوري، 23، ال 23 وال 8. فايش يصير؟ انه 23 بقول لك حطها في التم، يعني هذه
بس احكي لك كيف السواب بتصير. هاي هون 23 تصير. بعدين ايش يقول لك؟ شيل الثمانية، هاي اول خطوة. بعدين شيل الثمانية هون، هاي ثاني خطوة. اوكي، بعدين رجع التم هنا، فنشيل الثمانية وايش يصير؟ 23. هاي الثالثة. فأي اشي بدك تعمله تبديل لازم يكون في عنا تم. شو يعني تم؟ يعني موقع مؤقت احط فيه حاجة وارجع اخذها منه مرة ثانية. تمام. طبعا الكود هذا مكتوب في لغة السي بلاس بلاس. ايش يعني تمبلت؟ تمبلت كلاس ايتم. ايتم اذا بنلاحظ هنا هي مش انتجر ولا دبل ولا اشي. فاذا انت ما انت كنت عارف شو نوع العناصر او نوع البيانات، فاحنا بنعرف قبليها تمبلت وكلاس ايتم. تمام. هلا ايتم حسب ما انت بتستخدمها، اذا انتجر تصير هذه انتجر، اذا هنا انتجر بتصير هنا انتجر، اذا هنا دبل بتصير هنا دبل. تمام. وطبعا هنا هذه شايفه، هذه نسميها ايش؟ نسميها كول باي ريفرنس. ايش يعني؟ يعني هذا الاسم هذا يعني باختصار، مثلا احنا اللي خزننا هون بالبدايه، طبعا احنا حكينا هون بالبدايه هاي 23. تمام. فايش معناته هذا كول باي ريفرنس؟ انه هذا الرقم هو نفسه اي اوف اي اسمه اللي هنا. تمام. وبنفس الوقت سماه ال اتش اس، وكانه انا عندي على نفس الموقع في الذاكره حجزت اسمين اللي هو الاي اوف اي وكمان ال اتش اس. تمام. فهي هو الكول باي ريفرنس. الكول باي ريفرنس انه انا نفس انه بحكي له انت اسمك من نفس اسم الموقع المرسل اليك، يعني انا ما عرفت متغير، انا الموقع اصلا اوريدي جاهز بالذاكره وانا اعطيته عنوان الذاكره اللي انت بدك تروح عليها. تمام. هاي هي ببساطه. وطبعا انه احنا السليكشن في عندنا سواب راح يكون بمقدار ان ناقص واحد، في عندنا عدد من الحركات اللي هي ان في ناقص واحد. اوكي. فبالحلقه الاخيره بتطلع السليكشن سورت عندي كم، انه بتاخذ بدها بيج او الان تربيع. هاي هي ببساطه. اوكي. فاذا اجينا احنا نحلل السليكشن سورت بحكينا انه هي بتاخذ الان تربيع صار بتلبش، يعني بالعاده رح تاخذ ايش؟ ان تربيع. اوكي. The selection sort algorithm is prepared for only small n. بحكي لك هاي selection sort على عيني وراس بتمشي مع عدد عناصر n، يعني مثلا 100 عنصر، 200، 300، بس ما بتمشي مع الملايين. تمام. ليش؟ لانه ان تربيع يعني بتاخذ وقت كثير، لانه selection sort algorithm بتختار ليش هي متطلبه ان تربيع؟ لانه في عندها comparison بتقارن كل قيمتين، وفي عندها حركات moves يعني لازم تحرك، لازم تعمل swap. تمام. هاي هي. فالselection sort could be good choice if data move are costly but key comparison are not costly. يعني بحكي لك هي selection كويسة في حال انه كان move الحركات مكلفة، لكن المقارنة ما تكون عندك مكلفة. short key long records. يعني إذا أنا عندي عدد المقارنات قليل، أوكي، كويس السلكشن، لكن إذا كانت عدد المقارنات كبيرة ما حتنفع معاك السلكشن. أوكي. هاي بمعنى آخر إلها. أوكي. طيب هذا السلايد مكرر 25 و 26. أوكي. هلأ عنا الالجوريثم الأخير اللي رح نحكي عنها اليوم اللي هي اسمها insertion sort. insertion sort what is that meaning؟ insertion يعني إدراج. طبعا هاي الانسيرشن اجت من لعبة الشدة او احنا بنسميها الكارد بلايرز، لعبة البطاقات او الاونيو بسموها الاون. اوكي. من لعبتها انه كيف اللي بيلعبوا الكارت هاي الكروت الشدة او بعرفش ايش بتسموها، كيف الفكرة؟ الفكرة انه بشيلوا كرت وبحطوه في المكان المناسب. تمام. اوكي. فنفس الفكره اللي قبل شوي الانسيرشن، انه كانهم بيقسموا لجزئين، جزء بيكون عندهم سورتد وجزء انسورتد، يعني في جزء مرتب وجزء غير مرتب. كيف بتصير هاي العمليه؟ بحكي لك انه بكل مرحله the first element of unsorted part is picked up. يعني انت كل مره بتروح على الانسورتد بتاخذ اول عنصر منه. تمام. هذا العنصر الغير مرتب بتروح على المكان المرتب بتحطه في المكان المناسب. نفس الفكرة
السلكشن رح احنا ناخذ رح نرتب ان اليمنت، لكن احنا فعليا رح نمشي على كم ان ناقص واحد، لانه العنصر الاول او العنصر الاخير اوريدي بيكون هو مرتب، بيكون اوريدي هو مرتب. طيب كيف بتشتغل؟ بتشتغل هاي انه مثلا انا عندي هاي الاريه الاصليه بيعتبر انه اول عنصر هو المرتب والباقي غير مرتب، فيصير يشيل من هنا مثلا اول عنصر لقانا بالانسورتد ال 87 يحطها هنا في المكان المناسب. فين مكانها المناسب؟ اللي هي بعد ال 23، هيها مكانها. طيب انا عندي كذا، مين لقيت بعديها 45؟ طب وين وين مكانها الصحيح؟ مكانها الصحيح بالنص بيناتهم، تمام، فخلاص حطها بالنص، اوكي، فصارت كذا. بعدين تيجي الثمانية، وين مكانها الصحيح الثمانية؟ الثمانية انت حتشيلها من هنا وتعملها انسيرت بالاول، تعملها اضافة، تمام، هيك بتشتغل يعني. طيب خلصنا. هلا ال 32 وين مكانها؟ ال 32 هنا مكانها الصحيح، فيشيلها ويحطها هيها. واخر اشي لما نوصل اوريدي اللي هو عندنا 56، ال 56 هذا فين مكانه الصحيح؟ قبل ال 78 هنا. فاخر اشي وصلنا للعنصر المطلوب. طبعا هذا الكود تاع الانسرشن سورت، انه انا باخذ الاري وباخذ الان. طبعا في عندي دوران عشان امر على كل الاري. طبعا تيمبوري باخذ العنصر الاول بحطه بتيمب، يعني بشيء مؤقت، اللي هذا اللي باخذه من مين؟ من الان سورتد. هذا باخذه من مين؟ من الان سورتد. وبعدين شو بعمل؟ بعمل دوران ثاني للمقارنه. الدوران الثاني اللي هو هنا، هنا انا بلف دورانين، الدوران الاول اني بمشي على العناصر خلصتهم ولا لا، والدوران الثاني انه برتب، يعني لما شلت الثماني قارنت هون ولا هون ولا هون ولا هون، تمام. فايش هذا الدوران؟ عشان اضع العنصر في المكان الصحيح، تمام، هذا عشان احط العنصر في المكان الصحيح، تمام. هاي هو الدوران هذا ببساطه. حاول تتبع الكود، لو كانت في اي مشكله ممكن انه نعيد شرحها. طبعا نفس الفكره، انا في عندي موف وفي عندي كومباريزون، هاي ان وهاي ان راح تاخذ هاي بالبيست كيس. البيست كيس انها تكون اوريدي، ايش قلنا؟ انه العناصر مرتبه، ان العناصر مرتبه. اذا العناصر مرتبه معناته انا راح امشي خطوات، انا يعني بس بشيك عليهن، يعني انا مثلا عندي هاي الاري كذا، انا بس بمشي بشيك، ما راح لا اغير ولا اعمل اي شيء، ففعليا راح تكون بيج اون، لكن بيج او اوف ان. لكن الورست كيس انها تكون ايش؟ مرتبه بالعكس. فاذا كانت مرتبه بالعكس فعدد الحركات فعليا انتر بي، وعدد المقارنات كمان انتر بي. فبالحلقه الاخيره بتصفي انه السيرشن سورت تاخذ كمان بيج او اوف تربيع، تمام. ان شاء الله المره الجاي رح نشرح عن اللينير كومبلكسيتي زي الميرج سورت والالجوريثم الثاني اللي احنا حكيناها هون بالانترودكشن. المره الجاي رح نحكي عن الميرج والكويك والهيب. طبعا كثير هدول الثلاثه الجوريثم مشهورات، هدول الثلاثه كثير مشهورات لانه بياخذوا وقت اقل من الان تربيع، هدول كلياتهم بياخذوا لينير، يعني اشي خطي، اوكي. ان شاء الله المحاضره الجاي رح نشرحهم.